خلينا نذكركم بالبطوله كلها المجموعات اللي موجوده عندنا، الاربع مجموعات الموجودين في بطوله افريقيه ال 30 رقم 30 في النادي الاهلي. المجموعه الاولى تضم الاهلي والجمارك النيجيري وكانون الكونغولي ويو اس اف اي البوركيني. المجموعه الثانيه قرطاج التونسي وسبورتنج المصري دي جي اس بي الكونغولي والبنك التجاري الكيني. المجموعه الثالثه الصيد المصري والانابيب الكيني وفاب الكاميروني وريفينيو الرواندي. المجموعه الرابعه السجون الكيني الشمس المصري اسك ميموزا الايفواري المجمع البترولي الجزائري جامعه نوكومبو الاوغندي. استعرضنا الاربع مجموعات لكن فرق المصريه في البطوله اربع فرق، الاهلي وسبورتنج والصيد والشمس. الشمس في مجموعه صعبه جدا، خسر مباراتين، خسر مباراه امبارح من نوكومبو الاوغندي، ما كانتش خساره متوقعه، لكن اللي انا كلمت كابتن هاني توسون وسالتها عندها اربع خمس لاعبات تحت 18 سنه لسه نادي الشمس يعني بيديهم خبرات جوه البطولات الافريقيه، نادي الصيد كذلك ونادي سبورتنج كذلك. نتمناهم ان شاء الله الاربعه في المربع الذهبي. خلينا نروح لنتائج امبارح قالت ايه في البطوله. يوم الاحد اتلعب خمس مباريات، اسك الايفواري والسجون الكيني والسجون بيفوز 3-0. الانابيب الكيني مع ريفينيو الرواندي، الانابيب يفوز 3-0. نوكومبو الاوغندي 3، الشمس المصري 2، سبورتنج المصري مع قرطاج التونسي وقرطاج من الفرق المرشحه للبطوله وبقوه 3-0، والاهلي بيفوز على كانون الكونغولي بنتيجه 3-0. زي ما احنا شفنا قدامنا ان اصعب، فعلا اصعب مباراه كانت امبارح موجوده هي مباراه نوكومبو الاوغندي مع نادي الشمس اللي خلصت بنتيجة 3-2. خلينا نستعرض ترتيب المجموعات بعد اليوم الثاني. المجموعة الأولى الجمارك الكيني، كل المجموعة لعبت مباراة واحدة، والجمارك في المركز الأول برصيد 3 نقاط، والأهلي الثاني برصيد 3 نقاط، كانون الكونغولي ويو اس اف اي البوركيني في المركز الثالث والرابع. نروح للمجموعة الثانية. المجموعة الثانية البنك التجاري الكيني بيتصدر المجموعة بلعب مباراة وفاز فيها و3 نقاط عشان النتيجة 3-0. نادي قرطاج التونسي المركز الثاني ب3 نقاط، سبورتنج المصري لعب مباراة وخسر مباراة ولا شيء من النقاط، دي جي اس بي الكونغولي في المركز الرابع برصيد لا شيء من النقاط. نخش المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة الأنابيب الكيني المركز الأول لعب مباراة 3 نقاط، فاب الكاميروني مباراة 3 نقاط، والصيد المصري وريفينيو الرواندي كل واحد فيهم مباراة، لكن الصيد في الثالث وريفينيو الرواندي في الرابع. نروح للمجموعة الخامسة، عفوا المجموعة، أنا قلت المجموعة الخامسة، هي خمس فرق في المجموعة الرابعة. الترتيب للمركز الأول السجون الكيني لعب مباراة فاز في مباراة وليه 3 نقاط، اسك الاوفواري لعب مباراتين فاز في مباراه وليه 3 نقاط، والمجمع البترولي الجزائري لعب مباراه وفاز في مباراه وليه 2 نقطة، ونوكومبو الاوغندي لعب مباراتين فاز في مباراه وليه 2 نقطة، والخمسه الشمس المصري لعب مباراتين وخسر المباراتين. زي ما احنا شايفين قدامنا المجموعه الرابعه خمس فرق عندنا، لكن المجموعه الرابعه مجموعه متشابكه شويه. لازم نقول للناس لو ال3 نقاط بيجوا ازاي، لو كسبنا 3-0 او باشواط 3 اشواط او 3-1 بياخدوا النقاط كامله، لو اقل من كده يعني 3-2 بيروح 2 نقطة للفريق اللي كسبان 3 اشواط و2 نقطة للفريق اللي جايب شوطين. عشان كده نادي الشمس في عنده 2 نقطة عشان الماتشين بتوعه 3-2 3-2.